في مقطعنا هذا بإذن الله سوف أشارككم ثغرة جديدة للحصول على اللاعب إيبيك بميزة بوستر الجديدة. كما تلاحظون سوف أشارككم ثغرة أسطورية تزيد حظوظك بنسبة 70% أخي الكريم للحصول على لاعب من هذه النسخ، باريسي أو كذلك مايكون أو كانديلا إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها، تركون المقطع طويل، سوف ننتقل إلى عند سيزني مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ركزوا معي. ثم سوف ننتقل عند بافارد 3 مرات كذا، ثم سوف ننتقل إلى آخر لاعب موجود في الباكج مرتين، ثم سوف ننتقل إلى أول لاعب موجود في الباكج يا إخواني الكرام هو باريزي 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم سوف ننتقل عند مايكون مرتين هكذا والإطلاع على إحصائيته يا أخي الكريم. ثم الخطوة الأخيرة الدخول 3 مرات عند كانديلا دون الإطلاع على إحصائيته، ثم مباشرة ما عليكم سوى الرجوع واللف بالكوينز، وإن شاء الله لما لا سوف تحصلوا على اللاعب إيبيك بإذن الله. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.